حقين أتلتيك بارادو وأمل عين مليلة. لقاء لعب على طول فترته لصالح الأول للثاني. أتلتيك بارادو لم يمهل الضيف أي وقت لجس النبض ودك شباكه بهدف أول في الدقيقة الأولى وفي الهجمة الأولى أمضاه المتألق نعيجي وهو عاشر أهدافه لهذا الموسم. هدف مبكر أربك لاعبي عين مليلة رغم بعض المحاولات التي انبرى لها الدفاع تارة والحارس مساوي تارة أخرى والتي كانت تقريبا كلها من كربية. ومن الجهة الأخرى كذلك ضاعت فرص البارادو للتعميق تولى عليها بوداوي حمري ونعيجي لينتهي الشوط بتفوق أهل الديار بهدف دون رد. في الربع الساعة الأول من الشوط الثاني لاحظنا العودة القوية لرفقاء زياد بصنع الفرص ومحاولة الوصول لشباك مساوي قبل أن يتمكن موالي من تعميق الفارق عند الدقيقة 60 وهو الهدف الذي أرجع الفريق الزائر عين مليلة للخلف والتمركز في الدفاع واقتناص بعض الهجمة المرتدة. لكن النتيجة ثقلت وازدادت ثقلا عند الوقت الإضافي بهدف البديل بوزوك. ثلاثة أهداف دون رد لصالح البارادو وثلاث نقاط غالية تنعش حظوظه أكثر قبل نهاية مرحلة الذهاب. L'interprétation tactique de le joueur a été bien. Nous avons un peu fait une surprise de plan tactique. Nous avons fait une possession avec des qualités, mais avec des mouvementations, des dynamiques un peu différentes que l'habituel. Et donc nous avons profité de ça. Heureusement, nous avons aussi le bonheur de marquer tout de suite. Nous avons fini le premier mi-temps avec beaucoup d'opportunités. Et même dans le deuxième mi-temps, nous avons fait le match conscient, surtout conscient, et surtout dans un plan de mouvementation très bonne, je pense.